السلام عليكم. اليوم راح أحاول أبدي بالدرايف ميكانيزم اللي هي أول وحدة من عندهم، غاز كاب درايف. يعني شنو غاز كاب درايف؟ يعني المكمن يشتغل بالقبة الغازية، يعني هذا غاز وهذا نفط، ما عندي ووتر هنا، لذلك يسموه غاز كاب وليس ووتر درايف. شو راح ينتج المكمن؟ راح ينتج إنه هاي القبة الغازية تقوم بدفع النفط، النفط راح ينتج خلال فترة حياة المكمن، عندي هذا التايم 10 15 20 سنة، راح يتغير عندي ثلاث باراميترات: البريشر والاويل برودكشن والغاز اويل ريشيو. بما انه غاز كاب، اول شيء راح يزداد عندي الغاز، الغاز اويل ريشيو راح يزداد مع الزمن، بعد الضغط راح يقل لانه ما عنده صيانة للغاز اللي قاعد يدفع النفط، وبعد النفط ايضا راح يقل انتاج النفط لانه الضغط مرتبط دائما بالانتاج. اذا بالغاز كاب درايف راح يزداد عندي الغاز اير ريشيو، لان هو يدفع بميكانيكا دفع مالته غاز.